شعر جديد مثل الحرير، وبشرة مثل البورسلين مثل السيراميك. اليوم عندنا البيتاية الصفراء. اليوم المكونات كلها كالعادة طبيعية جميلة وسهلة. نحتاج نصف ثمرة واحدة من فاكهة التنين الصفراء أو البيتاية الصفراء. نحتاج ملعقة واحدة من لقاح النحل، حبوب لقاح النحل. نحتاج 3 ملاعق من حليب جوز الهند المركز، ونص كوب ماء ساخن. رح نمزج ملعقة كبيرة من حبوب لقاح النحل، هذا الإكسير العجيب للحياة، حبوب لقاح النحل من عجائب الدنيا للجسم، للبشرة، للشعر، للحياة، للصغار، للكبار، للجميع. رح نمزج ملعقة واحدة من حبوب لقاح النحل مع نص كوب ماء فاتر، بعدين نحركهم جدا جدا، ثم نضيف 3 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند المركز. رح نجيب نص ثمرة فاكهة بيتاية صفراء أو ربع ثمرة أو ثمرة كاملة، ما عندك مشكلة. الفاكهة البيتاية الصفراء تلقوها عند السوبر ماركات الكبيرة، البقالات الكبيرة، الدكاكين الكبيرة، المحلات الكبيرة بتلقوها هناك. بيسموها بعض الناس بيسموها فاكهة التنين الصفراء، وفي ناس بيسموها البيتاية الصفراء. لا تخافي، ترى موجودة بالمحلات الكبيرة، تلقيها إجباري وطول أيام السنة. راح نحطهم كلهم بالخلاط ونخلطهم، راح نحصل على مادة مثل الجيلاتين، نفس الجيلاتين، لونها أصفر في غاية الجمال، لونها أصفر براق، يخلينا نشعر بالفرح، بندلك البشرة بيها. هذا القناع الجميل المغذي العجيب، سبحان الله. زائد نحط على الشعر، خلي البشرة ملساء ناعمة مثل الحرير مثل البرسلين، ستضيء بالخير والبركة. التجاعيد راح تختفي تدريجيا. اشتري لك حبة حبتين، وكل مرة حطي ربع ثمرة منهم، بيكفوك إن شاء الله تعالى 8 ماسكات. إذا جبتي ثمرة واحدة قسمتيها على 4، ثمرتين بيعملوا 8 ماسكات، 8 ماسكات يكفوك تمام التمام. التجاعيد راح تختفي إن شاء الله بسهولة وتدريجيا كل ما ثابرتي على هالقناع. كمان دلكي فروة الرأس والشعر، والشعر بصير جديد كأنه عمره 15 سنة، لامع، خالي من التقصف، ما عاد في تساقط، خالي من أي مظاهر مزعجة. الشعر بصير يبدو بغاية الجمال. كرري كل يوم كل يوم لمدة 2 أسبوع، راح تكون النتائج مشجع جدا، وقلبك راح يفرح. ترى البيتاية الصفراء مليئة جدا بالمغذيات والجيلاتين الطبيعي الحيوي، كثير من المعادن الضرورية والبيوتين لبشرتك ولشعرك. ولا تنسي بأنه هالفاكهة هاي العظيم التنين الأصفر غنية جدا بالكالسيوم وبالمنغنيسيوم وبأندر المعادن والفيتامينات من معادن والفيتامينات بالعالم. الفاكهة التنين لها فوائد عظيمة جدا، غنية جدا بمضادات الأكسدة، الفلافونيدات، حمض الفينول، البيتا سانين، البيتاي سانين، وكلها هالمواد الطبيعية بتحمي خلايا الوجهك من التلف، بترجع لك خلايا البشرة من أجمل ومن أحسن ما يكون. سبحان الله، عاكس الشيخوخة من الطراز الملكي، خالية من الدهون، ما فيه دهون، تشبه الجيلاتين، سبحان الله، نفس الجيلاتين كأنه. كمان بتقدر تأكليها، اللي بدي نقص الوزن بيخليك تشعري بالشبع فترات طويلة جدا، وبتنزل السكر بشكل لا يمكن تتصوره. الباحثين بيقولوا بأنه بتجدد الخلايا حتى بالبنكرياس، سبحان الله.
مثل الرشاد وأقوى، بتجدد الخلايا التالفة اللي بالبنكرياس اللي بتصنع الأنسولين، وهو الهرمون اللي بيساعد جسمك على تكسير السكر. الشيء اللي ما بنعرفه عن الفاكهة التنين الصفراء بأنها بتحتوي على البروبيوتيك. البروبيوتيك بيعيد نظام التوازن البكتيريا الجيدة بالأمعاء، بيشيل التعفن الأمعاء، بيشيل مشاكل الأمعاء، بيدافع عن الجسم دفاعا عظيما. فاكهة التنين كمان غنية جدا فيتامين سي، كولاجين نقي مفيد جدا للجسم وبترفع المناعة. أشياء أخرى بهالفاكهة الملكية العظيمة النفع أنه فيها حديد، الحديد مهم جدا لنقل الأكسجين عبر الجسم وبالتالي منحنا الطاقة. فاكهة التنين بتحتوي على كمية كبيرة من الحديد وكمية كبيرة من فيتامين سي أو جيم المهم جدا واللي بيساعد على امتصاص، خلي الجسم يمتص الحديد. فاكهة التنين الصفراء، وفي ناس بيسموها الفيتاي الصفراء، أعظم مما نتصور بالفائدة والخير. استخدم الفيتاي بروتينك اليومي عند العناية بالبشرة والشعر. شعرك راح يرجع جديد وكأنك صابغيته، راح يكون مثل الحرير، راح يكون سهل التمشيط، راح يكون خالي من التقصف، ما عاد في تساقط للشعر، راح يكون شعرك من أحسن ما يكون بقدرة الله تعالى. أما للبشرة فراح تشوف العجائب الدنيا السبعة بوجهك، التمليس، الكولاجين، إشالة البذور، بيشيل البذور، الحبوب، حب الشباب، كل المشاكل ببشرتك يشيلها، يخلي بشرتك موحدة متناغمة، تضيء كالقمر، تضيء وتشع كالقمر بقدرة الله في اللي في اللي في الليالي الحالكة. البيتاية أكثر مما تتصوري فوائدها لبشعرك ولبشرتك. ولا تنسي كمان تأكله. بعود وبرجع وبقول ترى البيتاية، ترى يا بناتي يا حبيباتي يا نور عيوني، ترى تلقينها عند سوبر ماركت كبيرة والدكاكين الكبيرة والمحلات اللي بيبيعوا فواكه كبيرة موجودة. بإمكانك تفضي لك حبتين بس، بيكفوك الحبتين، بيعملوا لك 8 ماسكات، وإذا زدتي المي شوي ممكن تعملي لك 15 أو 20 ماسك منهم لشعرك ولبشرتك. لا تنسي الاشتراك بالقناة، تكتبي لي تعليق حلو جميل جدا مثلك يا آمر أنتي. ولا تنسي وناجدك الله تشارك الفيديو بالواتساب وترسلي رابط القناة بالواتساب لكل البنات اللي عندك والحريم اللي عندك. اكتبي من أي بلاد أنت، الله يسعدك. خلينا نسلم على بعضنا، خلينا نحب بعضنا بالله. انشر السلام بينكم، انشر المحبة، تعرفوا على بعض. وعبد العزيز بن شمر، لا تنسي يا نور عيوني يا ظنايا أنت، تشارك الفيديو بالواتساب واكتبي من أي بلاد أنت. شكرا ميرسي، تابعيني فيديوهات جميلة جدا حصرية مميزة. روحي فديت قلبك أني ويسعد قلبك.